أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها تطورات الوضع الأمني والعسكري في اليمن وموقف التحالف العربي الأخير من العمليات العسكرية الجارية. أوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربي المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي العميد الركن أحمد عسيري أن العمليات العسكرية للتحالف في اليمن أوشكت على الانتهاء، إلا أنه شدد على أن اليمن سيبقى بحاجة للدعم على المدى الطويل لتجنب تحوله إلى ليبيا ثانية. وقال عسيري في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن المعركة توقفت تقريبا على طول الحدود السعودية اليمنية بعد جهود الوساطة التي جرت الأسبوع الماضي. يأتي هذا التصريح بالتزامن مع زيارة خاطفة قام بها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق علي محسن الأحمر برفقة قائد العمليات الخاصة لقوات التحالف المشتركة اللواء الركن فهد بن تركي إلى محافظة مأرب. والتقى الفريق محسن بأركان الجيش الوطني وقيادات المنطقة العسكرية في مقر قيادة الجيش الوطني بالمحافظة التي تتمركز فيها أهم وأقوى الألوية العسكرية التابعة للسلطة الشرعية، ناهيك عن أن محافظة مأرب تحتضن أقوى قوات المقاومة الشعبية وأشدها بأسا وتسليحا. وقالت الوكالة الرسمية سبأ إن هذه الزيارة تهدف للاطلاع عن كثب على الأوضاع العسكرية الميدانية وأحوال المقاتلين وزيارة الوحدات العسكرية المرابطة في محافظة مأرب. وأوضحت أن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد العمليات الخاصة المشتركة لدول التحالف العربي اطلعا خلال الزيارة على مستجدات الأوضاع الميدانية وما يحرزه أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات التحالف من تقدم عسكري ميداني يفضي إلى إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية. كل هذه المستجدات والتحركات العسكرية موضوع حلقتنا للنقاش، ولكن قبل أن نبدأ نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. مرحلة جديدة من عمليات التحالف العربي في اليمن، لكنها في الحقيقة لا تختلف كثيرا عما هو قائم بالفعل. ربما يبدو هذا ملخصا جيدا لتصريحات المتحدث باسم قوات التحالف. المتحدث أشار إلى أن العمليات العسكرية الكبرى في اليمن شارفت على الانتهاء، وأن المعارك توقفت تقريبا على طول الحدود اليمنية السعودية، ولكن التحالف سيبقى إلى جانب الحكومة اليمنية حتى تحقيق هدف التدخل العربي كما قال. توقفت المعارك في الحدود، لكن ذلك لا يعني أنها ستتوقف أيضا في الجبهات الداخلية، فمع إصرار ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع على الاستمرار في الحرب لن يكون هناك خيار آخر أمام السلطة الشرعية والتحالف. لا يبدو أن توقف المواجهات على الحدود ذو علاقة باستمرار الحرب ضد الميليشيا، فهذه الجبهة لم تكن يوما ذات أهمية كبيرة في عمليات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن، بقدر ما كانت جبهة للتحشيد وتبرير الحرب بالنسبة للطرفين، فيما كان استمرار المواجهات هناك قد استنزفهما بشكل كبير. لم تنتهي الحرب بعد، ولا يبدو أن ذلك سيحدث في وقت قريب. في مأرب ظهر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأول مرة متحدثا عن استمرار المعركة ضد الانقلابيين حتى استعادة الدولة، وبجانبه كان قائد القوات الخاصة في التحالف يشير لاستمرار قواته في حربها إلى جانب الجيش الوطني حتى إسقاط الانقلاب، فيما كانت مصادر في الجيش الوطني تؤكد على استمرار تجهيز 10 ألوية للمعركة القادمة التي ستكون في صنعاء. في صنعاء أيضا عاود طيران التحالف غاراته على مواقع الميليشيا والمعسكرات التابعة للرئيس المخلوع بعد هدوء استمر قرابة أسبوع، في مؤشر آخر على أن هذه الحرب لا تريد أن تنتهي. إذا مشاهدينا نرحب بضيوفنا من الرياض الكاتب السعودي سليمان العقيلي ومن اسطنبول المحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري. نبدأ معك سيد سلمان. سيد سلمان، يعني قال ناطق التحالف بداية مساء الخير، قال ناطق التحالف العميد أحمد عسيري في تصريح أخير أن العملية العسكرية للتحالف توشك على الانتهاء، ماذا بعد إذن؟ مساء الخير لك ولضيفك ولمشاهديكم الكرام، والاسم سليمان عقيلي وليس سلمان، وهذا غير نعم سليمان في الواقع. لا شك أنه تصريح الناطق باسم الناطق العسكري باسم التحالف العميد أحمد العسيري هو في واقع الأمر استشرافي ويعني مبني على التحليلات العسكرية المتوفرة لدى الناطق ولدى قيادته العسكرية والسياسية والعسكرية بالذات. ويعني الكلام عن أنه
العمليات العسكرية على وشك الانتهاء هو قريب من الصدحة، لأنه الآن على وشك تحرير تعز، وإذا تحررت تعز أنا أعتقد أنه الطريق إلى صنعاء سهل، وإذا يعني بقيت صنعاء وما حولها أنا أعتقد أن الموضوع شبه منتهي عسكريا وسياسيا حتى، وهو في الواقع لم يتخطى الحقيقة عندما يقول على وشك أو قربت المسألة من نهايتها. هذا في الواقع تصريح استشرافي للمستقبل، وهذا لا يعني في الواقع توقف العمليات العسكرية، ولا يعني أيضا يعني أنه الناطق العسكري يتكهن أو يمارس الكهانة، فهو في الواقع يحلل، وهذا ليس له علاقة بالتزام عسكري بتوقف العمليات في المدى المنظور، إنما الالتزام. طيب أستاذ سليمان، يعني ما هي المعطيات التي بناء عليها حلل الناطق العسكري باسم التحالف هذه يعني استشرافه للمستقبل، خاصة يعني الآن نحن نشاهد مثلا هناك تحركات دبلوماسية لعقد جولة جديدة من المفاوضات، ولا يبدو أن المفاوضات ذات مجد نافع مع الحوثيين وقوات المخلوق؟ أنا أعتقد إنه المعطيات هي معطيات عسكرية وسياسية في آن واحد. المعطى العسكري هو يعني الخسائر التي يتكبدها الانقلابيون، وكذلك الضعف العام لبنيتهم العسكرية، وكذلك فشلهم في إطلاق الصواريخ البالستية، وقد أطلقوا حتى الآن 5 صواريخ كلها فشلت وارتدت إلى المنطقة التي يطلقون منها صواريخهم، وكذلك يعني الضعف العام في الجبهات، يعني رغم صلابة يعني تماسك صلابة يعني دفاعهم عن مناطقهم، إلا أنه ما في شك أنه الأحداث العسكرية الآن هي في تناقص بالنسبة لهم، ولم يحققوا أي نصر خلال الأشهر الماضية، هذا من جهة. وفي المجال السياسي لا شك أن الناطق لديه معطيات سياسية، خاصة أن الحوثيين أرسلوا زعماء قبائل حدودية وأظهروا في الواقع يعني رغبة في توقف الحرب، وذلك يعني ظهر منهم يعني معطيات يعني المعطيات السياسية التي يمكن أن نقول بكل صدق معطيات الهزيمة. ولا شك أنه هذا الموقف لم يكن هو نفسه الموقف الحوثيين قبل نصف عام ولا عند بداية الحرب، فهذه المعطيات العسكرية والسياسية تجعل أي فرد سواء كان ناطقا عسكريا أو محللا سياسيا أو مراقب صحفي يتفاءل بانتهاء المهمة التي قامت الحرب من أجلها. طيب تفضل بالبقاء معنا أستاذ سليمان. ينضم إلينا الآن أستاذ نبيل البكيري المحلل السياسي. أستاذ نبيل، يعني لو تحدثنا عن زيارة الفريق علي محسن الأحمر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برفقة قائد العمليات الخاصة للتحالف العربي إلى محافظة مأرب، ما هي دلالات هذه الزيارة في هذا التوقيت؟ أستاذ نبيل، أستاذ نبيل هل تسمعني؟ أستاذ نبيل، نعم أستاذ نبيل، كنت أسألك عن لو تحدثنا عن زيارة الفريق علي محسن. ألو أستاذ نبيل. نعم نعم أستاذ، مساء الخير بداية. لو تحدثنا عن زيارة الفريق علي محسن الأحمر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برفقة قائد العمليات الخاصة للتحالف العربي إلى مأرب، ما هي دلالات هذه الزيارة ودلالة التوقيت بالذات؟ لا شك أن هذه الزيارة هي تأتي في إطار الجهاد أو الجهود العملياتية في إطار التنسيق العام للعمليات العسكرية في هذه المنطقة، واعتبار أيضا أن العملية لا زالت العسكرية لا زالت قائمة، وأنه
هناك ترتيب وجهود متسارعة لاستكمال عملية تحرير العاصمة صنعاء والسير في خطة استعادة الشرعية ممثلة أيضا بالعمليات العسكرية التي يتم الإعداد لها بشكل كبير، وخاصة في مثل هذا التوقيت الذي كثرت فيه الشائعات حول مسارات لتقارب سياسي أو اختراقات سياسية في جدار الأزمة، لكن لا شك أن كل المسارات والإشارات تدل على أنه لا زالت هناك عوامل الحسم أو بوادر الحسم العسكري أقرب منها إلى أي حسم سياسي. طيب، مرافقة قائد العمليات الخاصة لقوات التحالف المشتركة اللواء الركن فهد بن تركي لعلي محسن الأحمر، هل ترسل دلالة على أن التحالف لا زال صامد مع أو يعني في خندق واحد مع الحكومة الشرعية إلى حين تحقيق الأهداف كاملة وعودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء؟ باعتقادي منذ البداية يدرك الجميع أن التحالف العربي من أساسه هو تحالف للدفاع الاستراتيجي عن أمن وسلامة المنطقة العربية كلها، وبالتالي باعتقادي مثل حضور مثل هذا القائد في هذه العملية هو شيء طبيعي وتحصيل حاصل في إطار الاستراتيجية الكبيرة للدفاع عن ليس فقط الشرعية في اليمن وإنما عن عمق المنطقة الاستراتيجي والجيوسياسي الذي لا شك أنه مثل تشكل هذا التحالف مرحلة فارقة في تاريخ المنطقة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ نبيل، أعود إلى الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب السعودي معنا. أستاذ سليمان، هل ثمت سيناريو عسكري جديد يعد له التحالف أم أن يعني هو يعول على التوصل إلى حل سياسي وتسليم الميليشيا للأسلحة؟ أنا أعتقد أنه الحملة العسكرية بلغت ذروتها و يعني لا أتوقع يعني قوة أكثر من الحاصل الآن، لأن المؤشرات كما ذكرت في إجابتي السابقة تعكس أن التوجهات أن المرحلة القادمة ذات توجه سياسي، وفي واقع الأمر أنه هذا التوجه السياسي بالذات لا يخل بالعملية العسكرية بأي درجة، لأنه شاهدنا خلال عام مضى من العملية العسكرية أنه أي مبادرة ذات طبيعة سياسية سواء كانت تهدئة أو كانت وقف إطلاق النار أو كانت مفاوضات أو محادثات كلها لم تلغي العملية العسكرية أو تقلل من شأنها أبدا، ولكن ينبغي بالفعل الاهتمام بالجانب السياسي، لأنه في الواقع إذا أرسل الخصم أو العدو رسالة سياسية تفيد بعجزه عن المواجهة وباستعداده لتنفيذ المتطلبات السياسية المستحقة فعند ذلك لا تكون الحرب عمل يعني محبب، لأنه الحرب هي من أجل تحقيق الأهداف وبلوغ الغايات. وأعتقد أنه الحوثيين بدأوا يرسلوا الرسائل السياسية عن رغبتهم بإيقاف الحرب والتسليم بالشرعية والانسحاب من صنعاء. يبدو لي أن الموضوع الآن هو يعني في طريقة أو إجراءات تسليم البلاد للحكومة الشرعية وتفاصيل هذه الأمور. طيب، في هذه النقطة أستاذ سليمان، في هذه النقطة قال العميد عسيري أن التحالف، وأقتبس منه بالنص، أن التحالف لا يريد أن تتحول اليمن إلى ليبيا ثانية، ما الذي يقصده العميد عسيري في هذه النقطة؟ يقصد أنه لا يمكن أن تترك العملية في منتصفها، وأنه التحالف باقي، وأن مجلس التعاون عليه استحقاقات حتى لو استلمت الحكومة صنعاء. يعني أنا في الواقع يعني أدرك هذا المعنى، ولا يمكن أن نفرط مجلس التعاون باليمن أو أن يسمح بتكرار التجربة التي حدثت في سبتمبر الماضي. هذا معناه أن هناك استحقاق خليجي في اليمن
لن يتوقف بتوقف العملية العسكرية، ولن يتوقف أيضا بعودة الحكومة وقيام الدولة. أنا أعتقد أن الاستحقاقات الخليجية أكثر منها عسكرية وأكثر منها سياسية، وهي تصل الاستحقاق التنموي وفيما بعد ضم اليمن إلى مجلس التعاون وقيام قيامة اليمن الاقتصادية، لأنه في واقع الأمر اليمن كاد يخطف بسبب الأخطاء الاستراتيجية التي حدثت سواء من مجلس التعاون أو من الساسة اليمنية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ سليمان، أعود إلى الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، يعني هل من الصحي إن صح التعبير التعويل على أن التحالف سيظل داعما لليمن بهذا الشكل بعد انتهاء العمليات العسكرية؟ وأيضا هل من يعني هناك من يقول أنه من المبكر الحديث عن ما بعد توقف العملية العسكرية، لأن الآن إلى الآن في الأرض صنعاء لا زالت تحت سيطرة الحوثيين، هناك مسافة جغرافية كبيرة لا زالت تحت سيطرتهم. في هذه النقطتين كيف ترى أنت الوضع؟ لا شك أنه بالفعل من المبكر جدا الحديث عن أي خيارات أو عن أي إجابات لما بعد، بالنظر إلى أنه لا زالت الإشكالية الكبيرة عالقة، فليس هناك ثم حسم عسكري وليس هناك توجه سياسي لخيارات السياسة في هذه المرحلة، وبالتالي سيصعب الحديث عن أي خيارات وعن أسئلة لما بعد بالنظر إلى هذا الواقع الذي لم يتشكل بعد اتجاه واضح للتعامل وبناء معطيات جديدة يبنى عليها. وبالتالي حديث ماذا بعد هو الحديث الذي يوجد، فهو يوجد في إطار الاستراتيجية الكبرى، استراتيجية التي هي منطلقات أو يجب أن تكون منطلقات رئيسية للمنطقة وليس فقط لليمن بمفردها. اليمن جزء رئيسي وعمق استراتيجي للخليج العربي، وكذلك الخليج هو بالنسبة لليمن، وبالتالي يجب أن يكون هناك حزمة استراتيجيات. هذه الحزمة الاستراتيجيات يبنى عليها ما بعد حتى 20 أو 30 سنة. أما في هذه اللحظة لا زال ممكن هناك الحديث عن تكتيكات سياسية، عن مناورات مختلفة، خطط وفي إطار استراتيجية الكبرى. وبالتالي سؤال ماذا بعد هو سؤال لم يتم الإجابة عليه ما لم يحسم أي من الخيارين، إما خيار إسقاط الانقلاب عسكريا أو خيار تطبيق القرار 22/16 وعودة الشرعية إلى اليمن، وحينها سيكون لكل حدث حديث. طيب في النقطة الخاصة ب يعني حديث العميد عسيري عن أنه لا يريد أن تتحول أو لا تريد قوات التحالف أن تتحول اليمن إلى ليبيا أخرى، هل هناك مؤشرات لذلك؟ يعني القوات التحالف منذ البداية كانت تتحدث على أن الحوثيين سيظلون لاعبين سياسيين في حال ما تركوا الأسلحة في اليمن، وأن العملية لا تهدف إلى استئصالهم كمكون سياسي، بل تهدف إلى يعني إلى أهداف معينة، منها عودة الشرعية إلى العاصمة صنعاء، وكذلك عزل القوة العسكرية الخاصة بالحوثيين وعودتها إلى الدولة. يعني ما هي تخوفات التحالف العربي في هذه النقاط؟ لا شك أن الوضع في اليمن أيضا واستمرار هذه الميليشيات في الخطين النقيض لتوجهاتها من خلال إرسال رسائل بالحلول السياسية واشتغالها على الأرض من خلال المعارك التي لا زالت قائمة ودائرة حتى الآن في أكثر من محور وأكثر من جبهة. وبالتالي باعتقادي أن كل الرسائل السياسية التي أطلقت من قبل هذا الانقلاب ومن قبل الميليشيات الحوثي بالنسبة للتحالف لا تمثل لهم أي شيء بالنظر إلى هذا المعطاء القائم على الأرض. وبالتالي الحديث عن السياسة في إطار المعركة المستمرة العسكرية لا شك أنه لم يكن سوى معطى ليبي بحت أو بمعنى تكرار السيناريو الليبي في الحالة اليمنية. وبالتالي التحالف ليس مستعدا في هذه المرحلة أو في غيرها الذهاب عن اليمن ورفع يده عن اليمن في إطار أنه ليس هناك حسم حقيقي ووصول إلى حلول حقيقية للأزمة في اليمن، إما حسما عسكري وإما توافقا واتفاقا سياسيا. وبالتالي ليس من مصلحة المنطقة ولا مصلحة اليمن عموما أن تظل الأزمة عالقة في هذا المسار وعدم وضوح الخيار الأمثل التي يجب أن يمضي عليه التحالف والحكومة الشرعية. طيب تفضل بالبقاء معي أستاذ نبيل، أعود إلى الأستاذ سليمان. أستاذ سليمان، بحسب يعني قربك واطلاعك من التحالف العربي والسعودية، هل هناك برامج يجري الإعداد لها لمرحلة ما بعد الإعمار؟ وفي هذه النقطة
ما هو إذا كانت موجودة ما هو دور الحكومة أو هل تشارك الحكومة الشرعية اليمنية في صوغ أو صياغة هذه البرامج؟ نعم تقصد أخي الكريم مرحلة ما بعد الحرب. نعم مرحلة إعادة الإعمار. نعم. نعم بالضبط. أنا أعتقد أنه هذه المرحلة قد بدأت ويتدل على استشعار حقيقي بالمستقبل، والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب قد بدأت بالفعل الآن. من ناحية التخطيط تقصد أم من ناحية التنفيذ؟ نعم نعم نعم. الوضع العسكري لا زال يعني هناك إشكالية فيه. نعم نعم، والتخطيط للمستقبل ولما بعد الحرب هو يبدأ قبل نهاية الحرب، إذا بدأ بعد الحرب يعتبر هناك خلل في التخطيط الاستراتيجي. الآن بدأوا بالتخطيط لما بعد الحرب من الآن، وقد عقدت اجتماعات هذا الأسبوع في مجلس التعاون الخليجي بحضور الحكومة اليمنية وخبراء واختصاصيين دوليين ومن مجلس التعاون، وبدأ التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب. ولعلك أخي الكريم تابعت الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي للكويت أمس، وهي زيارة في واقع الأمر تهدف إلى التخطيط للمستقبل، بحكم أن الكويت كانت سخية مع اليمن من قبل من السنوات قديم، والكويت لديها برنامج تنمية عربي، ولذلك فالرئيس بالفعل توجه للكويت لمناقشة مرحلة ما بعد الحرب والتمويلات التي يمكن أن تقدمها. وأنا ليس لدي شك في واقع الأمر باستعداد دول مجلس التعاون وفي المقدمة المملكة العربية السعودية لمرحلة الإعمار ومرحلة التنمية في اليمن، وهو في الواقع جزء من الواجبات التي ينبغي القيام بها لمرحلة ما بعد الحرب. وهذان المؤشران الاجتماعات التقنية في مجلس التعاون والخطوات السياسية التي يقوم بها الرئيس، أعتقد أنه يواكبها أيضا فرق عمل الآن بدأت داخل اليمن وبقيادة الدكتور خالد بحاح لاستطلاع الاحتياجات الأولية أو لمرحلة الأولية التي ينبغي أن تلبيها الحكومة لشعبها في المرحلة الأولى لما بعد الحرب. وأنا أعتقد أنه كل هذه الأعمال وهذه الخطوات في واقع الأمر تنبئ عن يعني استشراف لما ينبغي القيام به لمرحلة ما بعد الحرب، سواء تعلق الأمر بشعور الجميع بقرب نهاية هذه الحرب والانتصار فيها على الانقلابيين، وهو الواقع يعني الذي نلمسه وندركه، أو تعلق الأمر بحكمة وحنكة القيادة السياسية والتنموية لدى حكومة اليمن ولدى أشقائها في التحالف العربي. أشكرك الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب السعودي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود إلى الأستاذ نبيل البكيري المحلل السياسي معنا من إسطنبول. أستاذ نبيل، يعني تطرق الأستاذ سليمان إلى نقطة مهمة وهي تحركات الرئيس عبد ربه منصور هادي في دول المنطقة. هذه التحركات تأتي في يعني تتفق مع الأستاذ سليمان في أنها تبحث ما بعد الحرب أم أنها لا تزال في واقع الحرب، ويعني تمهيد لمفاوضات سياسية معينة توقف أو يعني تنتقل بالبلاد إلى مرحلة جديدة؟ لا شك أن هذه التحركات أيضا جزء من مسار العملية السياسية كلها في اليمن، ولا شك أن سؤال ما بعد الحرب أيضا حاضرا بقوة، وخاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار. وإعادة الإعمار باعتقادي أيضا أن هناك قرار واضح اتخذ من قبل مجلس التعاون الخليجي خلال الأسبوعين الماضيين فيما يتعلق بتخصيص ملفات محددة للأطراف الخليجية المشاركة في إعادة الإعمار في اليمن، وهو ما حدد حينها بملف الإعمار فيما يتعلق بال
الكهرباء والتعليم في قطر والاقتصاد والمواصلات في الإمارات وهذا كله أيضا وما يتعلق بالغذاء والدواء في الكويت الشقيق وكل ذلك يسير بشراكة رئيسية مع منتزه الملك سلمان والمملكة العربية السعودية تحديدا. هذا لا شك شق مهم من هذه التحركات السياسية التي يجب أن أو يدرك الخليجيون أنفسهم خطورة الوضع لاحقا فيما إذا تم المسار العسكري أو أي مسار آخر لحلول الأزمة في اليمن. الشق الآخر نعم والمهم أيضا هو ما يتعلق بمسار المعركة ومسار المعركة اليوم لا زال مفتوح على أكثر من احتمال وإن كان احتمال الحسم العسكري يبدو حتى الآن هو الخيار الذي يلوح له. أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. في نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات طاقم العمل التحريري والفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.